السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هاد الزهريين يرون المستقبل، المستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهل هو تأويل من عند الشيطان أو هو مراوغات من الجن أو هو أسحار مؤثرة على الزهري؟ تيست، يجب أن تفعل تيست لنفسك. ما هو التيست أيها الزهري؟ التيست هو سورة البقرة 5 مرات وراء كل صلاة. إذا قرأت سورة البقرة 5 مرات وراء كل صلاة لا أحد يقربك، لا جن ولا شيطان. فإذا أرأيت المنامات ورأيت أنك تسافر فإنه نور من عند الله. التجربة الثانية 3 مرات، اقرأ سورة البقرة 3 مرات لمدة 7 أيام وسترى استمرت المنامات واستمر الأشياء، فهذا تأويل من، أما إذا لم تستمر فهذا تأويل من عند الشيطان. يرون بنور الله، لأن من هو لا يفعل الحرام بصره وبقلبه وبلسانه فيرى بنور الله. الفيضانات، يرى المستقبل، يرى الحروب التي ستحدث، يرى الأمراض التي ستنتشر، المخططات الشيطانية يسمعها أو يراها أو يتجسس عليهم فيراها. عديد من الزهريين أنه مشكل في تاريخ الازدياد، تاريخ الازدياد الزهريين ليس مضبوط، هذا يساعدهم ليس مضرة إليهم، فهذا يعني سلم من بعض الأسحار، لأن بعض الزهريين ليس عندهم تاريخ مضبوط. مثلا هو مزداد في 2000 ويقول أنه مزداد في 2003، يعني مكتوب أنه مزداد في 2003، يعني ليس عندهم تاريخ مضبوط. يسمى بالزهري المجهول الهوية. العديد من الجن والشياطين لا يستطيعون معرفته ولا يستطيعون سحره. بعض الأسحار لا تعمل معه لأن ليس لديهم تاريخ ازدياده المضبوط، لأن تاريخ الازدياد المضبوط عنده تاريخ مجهول. مثل الهجمات المنامية، الكوابيس والهجمات أقولها وتنام لا إله إلا الله بها نموت ونحيا 3 مرات، لن يصبك أي شيء بإذن الله. هذه بالتجارب. بعض الزهريين هم حلقة تواصل ما بين عالم الجن وعالم الإنس. يستخرج الكنوز في يده، يكتبون له جدول في يده اليمنى أو في يده اليسرى، الأغلبية تكون في يده اليمنى لأنه لديه خط. إذا كان عنده خط مستقيم في اليد فيرى مباشرة كالتلفاز، يرى في يده اليمنى ويتواصل مع الجن، والجن يقول له ما من يحرس ذلك الكنز وما في ذلك الكنز وما وهل هو صحيح موجود الكنز هناك، يتواصل. فهذا يكون حلقة تواصل ما بين عالم الجن وعالم الإنس. شرعا حرام، هذا شرعا هو حرام، ليس هناك تواصل ما بين الجن والإنس، ليس يجب أن يكون تواصل ما بين الجن والإنس، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل لنا هذه الأشياء في القرآن. يعني ليس هناك تواصل ما بين الجن والإنس، يعني الإنس يجب أن يعبد الله والجن يجب أن يعبد الله، كما كنقولوا بالدارجة المغربية كل واحد يديرها في راسه، يعني كل أحد في طريقه، هذه هي الحقيقة. أما إذا أردت أن تدخل في عالم الشركيات والتشاويد، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.